ومع عبور قطب للأطلسي من جديد لم تعد مصر أبداً كما كانت. كان فرج قريب وسميع ومجيب، الجيش ونجيب عملوا الترتيب. في صباح 23 من يوليو تموز عام 1952 يطاح بالملك فاروق ويتولى تنظيم الضباط الأحرار حكم البلاد. وبصورة ما ووسط مجلس قيادة الثورة الذي ضم طيفاً سياسياً شديد التباين من اليمين إلى اليسار، وبدعم مباشر من القائد الفعلي جمال عبد الناصر، وجد سيد قطب لنفسه موطئ قدم. فعلى طول فورا كتب لهم قائمه على ما اتذكر باسماء المغنيين الذين ينبغي ان يمنعوا من الاذاعه، الافكار الدراميه التي لا بد ان يتم انتاجها كاعمال دراميه. هو كان معتقد ان الضباط دول اللي ما حدش عارف لهم هويه، فيهم شويه شيوعيين على شويه اخوه مسلمين على شويه مصر فتاه، ما عندهمش برنامج. فهو الراجل راح لهم بالبرنامج، انا عندي برنامج، تعالوا بقى ايه نفذوا هذا البرنامج. كان متهيأ له ان جمال عبد الناصر هيعينه وزير التربيه والتعليم في هذا الوقت، لانه كان بيعشق هذا المنصب حسب كلامه وحسب معتقداته. السيد قطب قرب قوي في لحظه معينه، هو كان متصور ان هو مع مجموعه من الشباب الصغير لهم قارئين ولهم عارفين، بينما انا راجل مثقف وقارئ واديب وبكتب في اماكن معينه، فهم يسمعوا لي. ده طبعا كان اولا عجز عن قرايه المشهد. احنا بنتكلم عن خالد محي الدين الرجل يساري، عبد الناصر اللي انضم لكذا تنظيم قبل كده، السادات اللي بيشتغل في العمل السياسي من فتره طويله جدا وعمل عمليات فعلا. احنا بنتكلم عن ناس هم عندهم رؤيه وعايزين ينفذوها، ومش محتاجين منك ان انت تقول لهم يمين وشمال. بينما هو تصور سيد قطب ان هو الراجل الملهم الاستاذ، زي ما كان الاخوان بعد كده بقوا يسموه الاستاذ. شارك قطب في خوض المعارك المبكره لمجلس قياده الثوره، حتى انه شجع على اعدام العاملين خميس والبقري بكفر الدوار، وانضم لهيئه التحرير. كل ذلك قبل اكتشافه أن عبد الناصر لن يمنحه ما يريد. وتجاوز عبد الناصر في تشكيلاته الوزارية، بالذات لما كان رئيس وزارة، سيد قطب تماما فأهمله. سيد قطب لم يغفر لعبد الناصر هذا الإهمال، وظل على نقيض تماما مع مشروع الثورة، رغبة في أن يكون مرشدا للضباط الأحرار. ولما مشروع الضباط الأحرار تجاوز رغبات سيد قطب، تحول إلى خصم لجمال عبد الناصر والضباط. الوهم اللي كان في دماغ سيد قطب هو اللي خلق الصدام. مش هيسمعوك وانت ما عندكش بالنسبة لهم الأهمية المتخيلة دي. وسط كل هذا الصخب، قطب بسنواته التي قاربت الخمسين لم يكن حتى هذه اللحظة قد اقترن بامرأة يبوح لها بخيبة تطلعاته حيال ضباط يوليو تموز. سيد قطب لم يكن في حياته إناس يمكن قصص حب مجهدة أو مشروع جواز حد اتكلم عنه قبل ما يدخل في قضية 54 مباشرة. هو عاش وحيد حتى من الناحية البسيطة خالص قبل الأفكار وكده، ما اتجوزش، يعني هو ما عرفش يعني إيه امرأة في حياته إلا تجربة كده. هو شاب صغير قوي يعني 13 وحاجات كده، وتجربة لما راح أمريكا كانت مجهلة تجربة، إنما ما انتماش إلى أسرة، ما انتماش إلى صدر حنون، ما انتماش إلى آخره، فكان محتاج ان حد يشوفه ويسقف له. فالحد ده طلع ان هو جماهير بيضربوا تعظيم سلام بدل ما يتحولوا في فكره يعني. وكانت الجماعه الصدر الحنون.
اتخذ قطب قراره الأخطر بالانضمام إلى أبرز خصوم جمال عبد الناصر الإخوان المسلمين، وترأس تحرير صحيفتهم. مذكرة إدارة المباحث العامة فرع النشاط الداخلي والتي مهرت بكلمتي سري جداً، سجلت عن بدء انضمام قطب للجماعة قائلة: لم يكن انضمامه للإخوان عن عقيدة إخوانية، ولم يكن له سلطة توجيهية على قاعدة الإخوان. الصعيدي الكامن في شخص ناصر سيدرك تماماً مقصد الصعيدي الكامن في أعماق قطب بهذه النقلة الحادة فوق رقعة الشطرنج السياسي. كاريزمة جمال عبد الناصر في هذا الوقت والطرح اللي هو يعتبر زي ما بنقول في العلوم السياسية big narrative أو مروية كبرى اللي بيقدمه جمال عبد الناصر، استفز الكاريزما الكامنة داخل حد زي سيد قطب. حلمه بالزعامة وبأن يكون له مروية كبرى يضرب بها المروية المطروحة ويقدم نفسه بها هو الآخر. بالعكس، ده ربما لو لم يكن أمامه شخصية استفزازية الكاريزما كجمال عبد الناصر ربما لم يكن ليتألق بهذه الدرجة. لا، ده أنت ستخرج ما في جعبتك، دعني أنا الآخر أخرج ما في جعبتي. وإن كان طرحك مستند على جمالية المساواة والعدالة الاجتماعية يا عبد الناصر، فأنا طرحي مستند على شاعرية العدالة من منظور إسلامي وشاعرية الفكر الجهادي بكل ما يحمل. خلينا ما ننساش إنه مصر في هذه الفترة كانت خارجة يدوبها من تحت عباءة الخلافة الإسلامية، لسه هويتها الجديدة بتتكشف وبتتشكل. فهو جه طرق على، خلينا نقول، النيرف العريان أو الوتر الحساس في هوية الأمة المصرية في ذلك الوقت اللي هو المكون الإسلامي. صادف انضمام قطب للإخوان قبولاً بالمزاج العام للجماعة. يعبر الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته بأن الأوساط الإسلامية استقبلت التحاق قطب وكأنها عدالة الأقدار التي عوضت التيار الإسلامي بقطب بعدما غادره الكاتب والمفكر خالد محمد خالد إلى غير رجعة. بل لقد لعب نص إهداء قطب لكتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام دوراً بارزاً في التهيئة لمثل هذه اللحظة التي قوبلت باحتفاء كبير. أهدى قطب كتابه إلى فتية لمحهم في خياله قادمين، فوجدهم في واقع الحياة قائمين. ظن شباب الإخوان أن قطب كان مبكراً يقصدهم بتلك الكلمات. إحنا قدام طرفين محتاجين بعض. سيد قطب كان عنده تصور إلى الفتية الذين أراهم بعين الخيال، هو محتاج ناس عنده مجموعة أفكار ومحتاج ناس تطبق له الأفكار دي، وقدام تنظيم بقيادة لا تملك أي كاريزما، تنظيم عجوز محتاج حد براق يبقى موجود. حد البراق ده كان سيد قطب، هو محتاجهم، يعني هو محتاج الراجل، محتاج يبقى قائد. الإخوان في هذه الفترة كان لديهم مرشد خافت، مرشد لا يقدم نفسه إلا بشيء من التحفظ الكبير، كانوا يفكر دائماً بعقلية القاضي. فهو استشعر أنه هذه الجماعة بحاجة إلى زعيم. هو تدرج في التسلط إلى أن وصل إلى الدرجة اللي صدق فيه، يعني تماهى مع فكرة أنا الأندلس. هو تماهى مع فكرة أنه أنا رأساً برأس مع رأس الدولة، أنا لا أقل من عبد الناصر، سلطتي لا تقل عن سلطة عبد الناصر. أنا أستطيع أن، إذا كان يعني أنا أناطح هذا الرجل، وهذا الرجل التخلص منه هو ما يفسح لي المجال لمزيد من التسلط. هذا جنون، هذا جنون استفحل مع الوقت في بيئته المغلقة التي تغذي جنونه.